مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن الشأن اليمني معنا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز يان يمن السيد صالح الجبري. أهلا بكم أستاذ صالح. بداية، كيف ترى خطوة عودة المبعوث الأممي إلى اليمن وكذلك توقيت هذه العودة؟ شكرا جزيلا. يبدو لي بأن المحاولات أو اللقاءات السابقة بين وفد الشرعية اليمنية والإنقلابيين الحوثيين يعني باءت بالفشل، وكان التركيز كله قائم على مسألة تأمين ميناء الحديدة ليصبح يعني خاليا من القوات الشرعية وقوات ميليشيا الحوثي، وبالتالي جاءت القرارات الأممية الأخرى من أجل تثبيت هذا الموضوع، وأرسلت وأقرت إرسال 75 يعني مندوبا أو يعني تابع للأمم المتحدة مراقبا، ولكن يبدو لي أن هناك تعنت لميليشيات الحوثي، فهناك خروقات كبيرة، ولا زال الجيش اليمني مرابط على 3 جبهات على أبواب مدينة الحديدة، والحوثي مرابط في جبهة واحدة، ولم يتغير شيء، بل زاد الخنادق والحفريات من قبل ميليشيات الحوثي. وبالتالي باعتقادي أن الموضوع فشل، وجاء الآن من أجل إعادة يعني بناء الثقة من جديد بين الشرعية وبين الإنقلابيين. المبعوث الأممي يعتزم الدعوة إلى جولة جديدة من المشاورات بين طرفي الأزمة قريبا. إلى أي مدى تعتقد أن الدعوة يمكن أن تنتج أثرها في ظل فشل اتفاق السويد؟ يبدو لي أن ما حدث في اللقاء الأخير بشأن الأسرى في الأردن مؤشر على علامة عدم وجود الثقة، ولن تأتي الثقة مطلقا، لأن الحوثي للأسف الشديد يعني كنا نأمل أن يحدث هناك انفراج في مسألة الأسرى والمعتقلين، مع فارق أن الأسرى والمعتقلين لدى الشرعية هم من الجبهات، والمعتقلين لدى الحوثي هم سياسيين ورجال أعمال، ويعني من بيوتهم مدنيين، لكن مع هذا للأسف كلما قلنا سيحدث انفراج يأتي الحوثي بأعذار جديدة واتهامات جديدة، وبالتالي لا الحوثي يعني مطمئن للشرعية ولا الشرعية أصلا مطمئنة للحوثي، فأعتقد أنه لن تنجح أي لقاءات قادمة، ولن تتم إلا بعد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد، خاصة فيما يتعلق بالأسرى وميناء الحديدة. إلى أي مدى تعتقد أن المبعوث الأممي هذا أو السبقة أو الذي سبقه وأي مبعوث يرسل من الأمم المتحدة، إلى أي مدى تعتقد أنه يناصر الحوثيين أكثر من رغبته بفعلا حل الأزمة ويعني وضع حل سلام وعملية سياسية قائمة في اليمن؟ واضح تماما، وأنا ذكرت في أكثر من لقاء في أكثر من قناة بأنه فعلا الأمم المتحدة لا تريد إحلال السلام باليمن إلا بالطريقة الغربية التي تراها القوى الكبرى في المسيطرة على القرارات في مجلس الأمن، وبالتالي جماعة بن عمر المبعوث الأول سلم العاصمة صنعاء لميليشيات الحوثي الإنقلابية على طبق من ذهب، والناس متفقون ومجتمعون في القصر الرئاسي لتوقيع اتفاق السلم والشراكة. ولد الشيخ جاء ولم يوضح من السبب في عرقلة تاريخ قرار مجلس الأمن 22/16 الذي جرم الحوثيين وجرم النظام السابق، والآن للأسف يعني جريفيث أصبح وكأنه ناطق بس ميليشيات الحوثي ويجول ويصول ويلتقي بسيد الإنقلابيين عبد الملك الحوثي، فبالتالي لسوا يعني على يقين بأن الأمم المتحدة تريد إنجاح السلام في اليمن، هي مشاركة وهي مخترقة للأسف الشديد لقرار الشرعية، ولن تفلح في إيجاد حل سياسي في اليمن، وسيكون الحسم العسكري هو الحل في اعتقادي خلال الفترة القادمة. لكن هناك حديث على أن هناك محاولات أو إصرار من البعض على إحياء اتفاق السويد مرة ثانية، هل ترى في عودة كامرت للحديدة إمكانية لوقف انتهاك أو انتهاكات ميليشيا الحوثي؟ كما أسلفت بأنه الأمم المتحدة للأسف مشاركة في وضالعة في عدم إنجاح الاتفاق السويد بين الشرعية وبين ميليشيات الحوثي، وحتى مع زيادة عدد المراقبين الآن إلى 75 مراقب، كلها للأسف الشديد بتوافق من الأمم المتحدة وأيضا من بريطانيا. بريطانيا لها علاقات سابقة مع الأئمة الذين الآن الانقلابيين يقاتلون يعني تحت اسم الأئمة، وهم الذين سلموا للأسف الشديد
اليمن الجنوبي لبريطانيا، وطلب منهم الإمام أن يعني أن يكون له العاصمة صنعاء، واتفقوا على طرد يعني الخلافة العثمانية التي كانت في اليمن. وبالتالي هذا يعني اتفاق قديم وتواطؤ جديد، وليس هناك لهم أي مصلحة إلا ميناء الحديدة، يعني حول القضية اليمنية كلها برمتها إلى ميناء الحديدة من أجل أن تمر يعني أسلحتهم وتجاراتهم عبر ميناء الحديدة بإشراف ميليشيات الحوثي للأسف الشديد، وهذا يعني يتعارض مع إجماع الأمم المتحدة أو مجلس الأمن وقراراتها على تأييد الشرعية والاعتراف بشرعية الرئيس هادي والحكومة الشرعية، والحوثي لم يعترف به حتى اللحظة، ولا أي دولة في العالم ما زال تحت مسمى الإنقلابيين أو الذين انقلبوا على شرعية الحكومة اليمنية في صنعاء. تحدثت مع ضيف يمني سابقا ذكر بأنه ميدانيا، إن تحدثنا ميدانيا قليلا، الوضع في اليمن يعني كر وفر من الطرفين، لا يمكن القول بأن هناك طرف متقدم على الآخر، ولا يمكن القول بأن الشرعية التي هي من المفترض أن تكون هي صاحبة اليد العليا بالقتال على الأرض هي التي تسيطر الآن. بالعكس، هناك يعني كما تفضلت في بداية حديثك تموضع في بعض الأماكن والخنادق وانتهى الموضوع. هل تعتقد أن هذا الموضوع هو الذي يدفع الشرعية في اليمن إلى التعامل والتنازل مع ميليشيا الحوثي؟ طبعا أريد أن أصحح معلومة، يعني ما ذكرته يعني أو ما ذكره ضيف سابق غير صحيح. الآن مساحة 85% من مساحة اليمن تحت سيطرة الشرعية، ولم يبقى تحت سيطرة ميليشيا الحوثي إلا 15%. نحن نتكلم الآن عن أصبح الحوثي الآن إلى قبل سنة ونصف الآن يدافع فقط وليس مهاجم، كان قبل سنتين أو أكثر كان مهاجما، ووصل إلى مدينة عدن في أقصى الجنوب. وبالتالي هناك انتصارات للشرعية، الجبهات اليوم في انتصارات، ليس عن هذا نتحدث، الجبهات الآن مشتعلة في كل في في في, في معظم يعني المناطق التي تحتضن الحوثي، كجبهة النهم القريبة من صنعاء وجبهة البيضاء ومأرب والجوف وصعدة معقل الحوثيين. نحن نتكلم عن ميناء الحديدة، ولماذا تم التركيز وحصل القضية اليمنية في ميناء الحديدة وفي الوضع الإنساني. أما التقدم في الميدان، هناك تقدم ملحوظ للقوات الشرعية والجيش الوطني، لكننا نفتقد إلى القرار العسكري من قبل التحالف. التحالف للأسف يعني تحول إلى متواطئ للأسف الشديد ومتخاذل في دعم الشرعية في اليمن للحسم العسكري الذي كنا نأمل أن يكون قد حسم من قبل سنتين على الأقل. ونحن نأخذ منكم الخبر اليقين. أستاذ صالح الجبري، رئيس مركزيان يمن، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.